يعني في البداية كيف يعني بيجوز انه يجون اشخاص من خارج محافظة الانبار بالتظاهر في داخل محافظة الانبار؟ انا اعتقد ان هذا الامر يعني المفروض هو ابن المحافظة هو يكون لسان حال المحافظة وليس القادمون من خارج المحافظة. انا اعتقد ان الانبار آمنة، اعتقد الاشخاص بعض الاشخاص اللي خلينا نقول اللي طالبوا بالقضاء على الفساد احنا معاهم بالقضاء على الفساد، ولكن انت اذا تقول جاي من خارج المحافظه فعليهم يطالبون خارج المحافظه بمحافظاتهم للقضاء على الفساد، لان هو الفساد موجود فقط في الانبار. انا اعتقد انه الانبار امنه، حجم المنجز اليوم بالانبار واضح جدا، اليوم كانت لحد 2017 الانبار ما كان بها عمل وانجاز وطرق تربيط بهذه الطريقه، ولا مجسات ولا ابنيه عامه ولا خدمات عامه. انا اعتقد انه الانبار اليوم بزعيمها السيد الحلبوسي هناك انجاز على ارض الواقع، استطاع السيد الحلبوسي ان يعمل بجد في هذه المحافظه، واستطاع ان يحرر المحافظه مع القوات الامنيه، وكذلك استطاع ان يحصل اعلى الاصوات يحصد اعلى الاصوات في داخل المحافظه. واليوم اعتقد انه هو من اكثر عدد النواب الموجودين في محافظه الانبار. فأنا أتمنى أنه لن يرجع لي المربع الأول، وهو مربع خلينا نقول يعني المظاهرات اللي هي ما قدمت شيء للأمانة في وقت 2014 من كانت قادمون يا بغداد وهاي الشعارات. فيعني احنا للأمانة نتمنى أنه اليوم نحترم المنجز اللي موجود، وإذا احنا نريد اليوم نتنافس مع شخص طيب نتنافس مع جهة سياسية أو مع حزب سياسي، خلينا نتنافس على العمل اللي موجود على الارض. ايش قدمت انت اليوم وانا اليوم ايش قدمت، وين كنا وين صرنا. فانا اعتقد ان اليوم السيد الحلبوسي نجح في الكثير في الامور، وكذلك شفنا احنا اليوم بيان واضح لشخصيات من داخل محافظه الانبار، شخصيات عشائريه وبرلمانيه وقاده في المجتمع الانباري رافضين طيب. ما حدث هذا اليوم، ولا يريدون العوده للمربع الاول. نعم،